فعليك أن لا تقتنع باليسير من العلم، وإنما عليك أن تطلبه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإياك أن تتخذه المفاخرة والمبارزة والرياء والسمعة والظهور وحب الظهور وما إلى ذلك، فإن ذلك يفسد عليك علمك. ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فإنه قد جهل.